التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم الدعوة والإرشاد في هيئة علماء المسلمين الدكتور إسماعيل الفرنجي. أهلا بكم دكتور إسماعيل إلى هذه الجولة الإخبارية. نظمتم في قسم الدعوة والإرشاد ندوة بعنوان دماء الشهداء ومداد العلماء، لو تحدثنا أكثر عن هذه الندوة وما جاء فيها. حياكم الله والسلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. وحي قناة الرافدين ومشاهديها الكرام. نعم أخي الفاضل، نظم قسم الدعوة والإرشاد هذا اليوم الأحد ندوة عنوانها دماء الشهداء ومداد العلماء، وكانت الورقة الأولى في الندوة عنوانها الحديث عن مكانة الشهيد في الإسلام، وقد تناولت فيها المباحث التالية. أول مبحث كان معنى الشهادة في سبيل الله، والمبحث الثاني كان أجر الشهيد في الكتاب والسنة، والمبحث الثالث الشهيد عند الله في عداد الأحياء، والمبحث الرابع كان مقام الشهيد في الفردوس الأعلى، والمبحث الخامس لا يعذب الشهيد عند موته، والمبحث السادس عمل الشهيد ينمى له بعد موته، ثم الخصال الست التي ينالها الشهيد. ثم كانت الورقة الثانية للشيخ الدكتور إبراهيم الحسان، وتناول فيها دور شهداء الهيئة في إصلاح صلاح المجتمع وتغييره، وتحدث فيها فضيلته عن شهداء الهيئة وما قدموه للمجتمع العراقي خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، وكيف استشعر الاحتلال التفاف الناس حول العلماء فعمدوا على تصفية العلماء وكل من له دور مؤثر في المجتمع العراقي. وذكر عدد أكثر من 150 عالما وداعية من علماء الهيئة قتلوا بطريقة وحشية، إما برصاص الاحتلال أو بواسطة الاغتيالات الخاصة من جهات جاءت مع المحتل وعملت على تصفية الكفاءات والعلماء وأوصل العراق إلى ما تراه الآن. ثم نماذج من العلماء ابتدها من محافظة الموصل وعالمها الشهيد الدكتور فيض الفيضي رحمه الله وأثره في المجتمع الموصلي، ثم البصرة وعالمها الشيخ الدكتور يوسف الحسان وأثره في المجتمع البصري، وغيرهم من علماء الهيئة لا مجال لذكرهم الآن. دكتور إسماعيل الفرنجي نائب مسؤول قسم الدعوة والإرشاد بهيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.